بات الإقبال على ورش العمل ومراكز التدريب يزداد مؤخراً للعناصر النسائية الشابة في مدينة بنغازي بهدف تطوير قدراتهن وصقل مهاراتهن في شتى المجالات للانخراط في سوق العمل الخاص وسط تهالك القطاع العام المنقسم بين شرق البلاد وغربها. الفتاة حاليا محتاجة ان هي تطور من نفسها، ان هي تثق بنفسها زيادة على اللزوم، ان هي تكون مستقلة بنفسها بآرائها بذاتها، مستقلة ماديا في اللي محتاجة ان هي تدعم اسرتها، تدعم عائلتها، تساعدهم تساندهم، في نفس الوقت تساهم في مساعدة نفسها وبناء نفسها. شذا احدى الشابات اللواتي انخرطن في سوق العمل الخاص بامكانيات محدودة، فقررت العمل على مشروعها الصغير المتخصص في العمارة والتصميم الداخلي شذروان، بعد أن كانت أعمالها قبل ذلك حكراً لشركات أخرى كانت توفر لها الإمكانيات التي تحتاجها للعمل. لما تلقى مثلاً صاحب العمل ياخذ يجيك شغل، يطلب من مهندس فلان شغل ومهندس تاني شغل، وبعدين يدمجهم مع بعضهم ويطلعهم باسم الشركة. يعني أنت قللت من قيمة فلان وقللت من قيمة فلان برضه، وما عطتش فرصة للشباب أن هم يطلعوا. فهذين ممكن المشاكل اللي كانوا يواجهني، بس حالياً توا هذا اتجهت أني نأسس مشروع الخاش وشذروان. الحق ما نش حابة أني توا يكون مازال المقر كي حابة أني نأسس صاحب، حكم أن قعدت في السوق فيه مكاتب واجد وللأسف ما فيش رقابة. لم يعد القطاع الخاص وريادة الأعمال في ليبيا منغلقا أمام المرأة بعد أن أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والمراكز الثقافية في استهداف العاملات وذوات الدخل المحدود لصقل مهاراتهن بمشاريع خاصة بهن، في خطوة قد تعزز فرص النهوض باقتصاد البلاد المنهار منذ عقد من الزمن.